بيصيرنا استقبل دكتور ميشال نوفل اليوم لحتى نحكي عن موضوع يمكن مش كتير منقدر نحدده نحن، borderline personality أو الشخصية الحدية مثل ما كنت عم بتقليها بالعربي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا رانيا. حضرتك معالج نفسي CBT وطبيب، رح منفسر كمان اليوم شو يعني CBT لأنه في شوية لغط على الموضوع، وأيضا نائب رئيس جمعية علم النفس بالشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك، مبروك المركز الجديد. CBT يعني شو؟ يعني نحن اليوم عم نشوف انه علم النفس بتطور. صح. دكتور، بطلنا كثير بالطرق التقليديه اللي هي التحليليه فرويد وغيرهم، بلشنا نصير اكثر عمليين لحتى يمكن تصير المعالجه اسرع تتماشى مع مجتمعنا اكثر. فشو يعني CBT على مضبوط؟ نعم، CBT او كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي او العلاج السلوكي المعرفي هو تقنيه بالعلاج النفسي بيعتمد أكثر على طريقة التفكير بالوعي وعلى السلوك يلي هو غير صحي، كيف فينا نصلحه نغيره لحتى الشخص يصير عملي بحياته اليومية. هلأ كمان ما فينا نقول أنه إذا بدك العلاجات النفسية اللي هي تنتمي على التحليل النفسي ما لها كمان مكانة بمحل، بأن هي التحليل النفسي هي إذا بدك مثل نوع مدرسة عريقة، بس صار في أشياء اليوم براتيك أكتر في واحد يستعملها مثل بالCBT. هي الأساس، وكأنه يعني يمكن لازم يكون في شوي من هالأساس ممكن. أهلا بيقولوا فرويد هو البي الكل يعني بالنهاية، بس أنه طبعا كل شيء بيتطور، يعني الطب بيتطور، العلم النفسي العلاج النفسي بيتطور أكيد. يعني CBT لحال ممكن تحل مكان التحليلي، يعني الأشخاص اللي اليوم عندهم، هلأ رح نحكي مثل مشكلة اليوم البوردر لاين، لنقول إذا شخص عنده هالمشكلة أو عنده مشكلة تانية كتصرف. صح. ممكن بالCBT لحال ينتهي من هالمشكلة بالذات؟ هلأ هي حسب المشكلة، بعتقد أنا كل تقنية أو كل مدرسة يلي هي بيجي علاج من وراها تشتغل أحسن بمحل معين. ما رح أقول أن واحدة بتحل محل تاني، كل واحدة إلى استعمالها بمحل معين. CBT لشو إجمالا؟ CBT نستعملها عادة لما يكون في اضطرابات بالسلوك واضطرابات بطريقة التفكير الخاطئة، يعني اعتقادات خاطئة. عم نحكي بالوعي، يعني بالCBT ما كتير نتكل نحن على اللاوعي يلي يمكن هو بالتحليل النفسي أكتر بيروحوا اتجاهه. CBT هو شيء تبع الأشياء اللي بنفكر فيها هلأ وطريقة التصرف اللي بنتصرفها هلأ، كيف فينا نصلحهم لشيء صحي أكتر. يعني فينا نسمي بعض المشاكل النفسية يلي بتعالج بالCBT اليوم للمشاهدين يلي عم يسمعونا وبحبوا أنه أو ما بيعرفوا لوين بدهم يتوجهوا. نعم. عندهم مشكلة معينة بالسلوك مثل ما تفضلت وذكرت. اليوم رح نحكي عن borderline personality. صح. بس في أشياء تانية كمان ممكن تعالج بالCBT مثل شو؟ anxiety، اضطرابات القلق، depression، اضطرابات السلوكية، conduct disorders. نعم. الوسواس القهري والسرسيب OCD. أكيد يعني الأشياء اللي فيها اضطرابات بتسبب مشاكل بالسلوك وطريقة التفكير الخاطئة. نعم. وفينا بالCBT نقدر نتفادى الأدوية بمحلات معينة؟ نعم. بأشياء تانية لا، مثلا بالفصام الشخصية سكيزوفرينيا الأدوية ضرورية، بالبايبولر ديسأوردر إذا كان عنا الهيجان أو المانيا الدواء ضروري، بس بمحلات تانية نعم، إذا كانت الكآبة منها كتير قوية ممكن CBT لحالها تكفي، اضطرابات القلق الاجتماعي السوشيال انكزايتي CBT لحالها أصلا دراسات بدل إنه أحسن من الدواء. هلا بالوسواس القهري حسب المستوى، وعادة العلاج بيكون دائما اثنين مع بعضهم، يعني الدواء أوقات بيكون مناسب لأنه بيسرع شوي بحسن العوارض، ساعتها العلاج النفسي بالCBT بيصير إذا بدك أنسب فعال أكثر. نعم. قبل ما نبدأ بالبوردرلاين بيرسوناليتي بذكر مشاهدينا بأنه ممكن تتصلوا فينا على 0464 لطرح أي سؤال له علاقة بمشكلة البوردرلاين أو أي مشكلة سلوكية لدكتور نوفل اللي موجود معنا اليوم. 0444444 بنتلقى مباشرة اتصالاتكم. borderline personality هي أقرب للسكيزوفرينيا، هي أقرب للبايبولر أو كيف؟ هي اضطراب من اضطرابات الشخصية، يعني personality disorder. خلينا نبعده شوي عن البقوة. الاضطرابات الشخصية أو personality disorders أنا بحب سميها مثل كيف واحد فئة الدم تبعه AB positive. الشغلة بنربى شوي شوي فيها وبتضلها كل حياتنا. بالحياة نحن بالعلاج فينا نجرب نحسن اضطرابات الشخصية، مش مثل اضطرابات الديبرشن أو الانكزايتي وين إذا بدك أكتر شيء طبي الدواء ضروري فيها. البوردرلاين بيرسوناليتي ديس اوردر مثل غير اضطرابات شخصيه، العلاج النفسي هو الكي تريتمنت، العلاج الاساسي بهيك نوع اضطرابات.
ما بدي أرنها بالسكيزوفرينيا لأنه شيء مختلف، ولا بدي حتى كمان كتير شبهها بالبايبولر، مع أنه التشخيص تبع البوردلاين بيرسوناليتي ديس أوردر وقت بيضيعنا بنفكر أنه بايبولر أو إذا بايبولر بنفكر بوردلاين، بس هن شغلتين مختلفين. لأنه منحس أنه في نوع من لعبة مزاج يعني صح. بالموضوع، ولما منقول بوردلاين يعني حتى التسمية العلمية مش كتير واضحة لأنه بالعربي يعني اسمها صح. صعب شوي، الشخصية الحدية منحس كأنه وصلت على الحدود، بس هي منا مرض، بس هي منا حالة منيحة يعني هي مش منا مرض، هي التاليميت يعني بين اضطرابات العصاب النيفروز واضطرابات الذهان البسيكوز، دونك جاي بالنص. لا هي مرض بس جاي ليميت بين الاثنين، لازم تغيروا له اسمه، لازم يتغير اسمه أصلا. دائما بقولوا البوردر لاين هو منه يعني ما بيدل عن المرض، بيضيع يعني. صحيح 100%. عوارض البوردر لاين، الشخص اللي عنده هالاضطراب هيدا او هل ما بعرف شو بتسمى، اضطراب بالشخصيه، اضطراب مش طبعاً. مرض يعني، اضطراب مرض يعني. وكمان بدنا نحكي طبعا عن تاثير على العائله، يعني نحن عم نحكي اذا كانوا اهل حدا من الاهل عنده هالاضطراب هيدا. انا دائما بقول شغله يعني، لما الشخص يكون عنده اضطراب الشخصيه الحديه او البوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، هي عاصفه والعالم اللي عايشين مع هذا الشخص كلهم عم بيصير معهم يا قلق يا كآبه يا تعصيب يا بتخربط مزاجهم، يمكن ما بتعدي بالمعنى انه بتعدي مثل ما الفيروس بيعدي، بس بتعدي بمعنى انه الاشخاص حواليهم عم بيتاثروا بطريقه كثير سلبيه. البوردرلاين بيرسوناليتي ديس اوردر العوارض الاساسيه تبعها ثلاثه، اكستريم بيهيفير، كل شيء بيكون اكستريم، يعني بيعمل الشغله للماكسيموم، يا بيتعاطى مخدرات، يا بيسرع، يا بيعصب بسرعه، يا بيغير شغله بسرعه. الشخص بيبقى حاسس عنده شروع بالفراغ الداخلي، sense of emptiness، بحاجة دايما يعبيه بطرق منا كتير صحية، بحاجة للاتنشن دايما، وحتى وقت بيطلب الاتنشن بيصير يعمل سلوك مثل نوع إساءة جسدية أو إساءة نفسية، بيأكل كتير، بيخبص بالأكل، بيجروح حاله، بيشطب حاله، بيحرق حاله بالسيجارة، أو حتى بيتخانق مع الناس، وعنده صعوبة بالكنترول على تقلب المزاج اللي هو غير نوع تقلب المزاج تبع البايبولر ديس اوردر. يعني فجأة في شيء بيفقسه، فجأة في شيء بيضايقه، فتيش صغير المفعول تبعه كأنه قنبلة نووية. شغلة أنت بتزعجك شوي، أنا بتزعجني شوي، لأله بتزعجه كتير، بتخلي حس مثل كأنه في خطر بحياته، مع أنه تبقى شغلة كتير صغيرة. رح نحكي عن قدي بيفش خلقه بالأشخاص اللي معه، خصوصي الشريك. خلينا ناخد اتصال بالأول. ألو بونجور. يا أهلا، مين معنا؟ رانيا. تفضلي. كيفك رانيا؟ أهلين. حياتي، عندي سؤال واستفسار من الدكتور. بنت عمرها 13 سنة، بتعيش حالة غريبة، ما بعرف إذا قال علاقة بالأدوليسانس، بس بيمرق عليها مثلا أسبوع ما بدها تظهر من البيت، مع أنه هلأ الدنيا صيف وقربت المدارس، مفروض أنه تتحمس للظهرة. كلنا عم نقعد معها، يعني كل العائلة عم تنزرب، ماشي بتقعد أكوان بغرفة القعدة، ما بدها شيء، بدها بس تتلقى حال كنباية. صرت ملاحظة أنه تحديداً وقت الراجل عم بتصير معها هاي القصة. هل هي العلاقة بالأرمون، ولا هل يا ترى من وراء الأرمون يعني نفسيتها بتتأثر لأنه عم يتشقلب البيت، يعني ما بدها تحكي، ما بدها تاكل، ما بدها تظهر، ما بدها تتعاطى حدا. كثير عم حاول أحكي معها، ويعني خليها أنه تقدرني مثلاً شو اللي زعجها، ما بتقلي ما في سبب، بس ما حدا يتعاطف فيه. شكرا لاتصالك رانيا، اكيد رح نجرب نجاوب، واذا لا اكيد قدر المستطاع. يعني بيسكلي حسب العمر معقول يكون كثير فتره انتقاليه، يعني هي المراهقه. ممكن يكون هرمونز، ممكن يكون اشياء بالمدرسه، يمكن يكون اشياء بحياتها مع اصحابها. بس هل هيدا الشيء حاله مرضيه؟ هلا صعب اقدر اشخص على الهوى، ما بنعملها، بس معقول تكون كثير مرحله طبيعيه وبتتخطيها. يعني واحد لازم يفهم أكثر شو عم بيصير بالبيت، شو عم بيصير بالمدرسة وغيره، بس طبعاً واحد لازم ينتبه له. بمعنى أنه إذا منه كتير أكيد يستشير اختصاصي ليتأكد. في شغلة مهمة أنه عم تقول هي أنه وقت البيريود عادة بتخربط، هيدا بتدل أنه بركة كمان لأنه الهورمونز بيلعبوا، بيبقى في واحد عنده مثل نوع PMS بيريود قبل ودورينج الدورة الشهرية. على كل حال، أي استفسار آخر ممكن تتصل بحضرتك تحت الهواء، بيعطوا الرقم من MTV. دكتور، كنا عم نحكي عن هالشخص يلي عنده الشخصية الحدية البوردرلاين، إن كان رجل أو إن كان مرأة. عم نحكي عن ذات العوارض. أكشلي لا، هيدا بيفرق شوي. الذات الأساس
زيت الأساس، بس مثلا عند الرجال بنشوف أكثر إفراط بالكحول، بنشوف أكثر إفراط بالدراغ خاصة الكوكايين، بنشوف أكثر إفراط بالعلاقات الجنسية المتهورة. بس عند الامرأة بنشوف أكثر بأشياء عاطفية أكثر ما هو إفراط بالسلوك، يعني تعصيب سريع، زعل، بكي، تكسير، أكيد يعني تشطيب بنشوف أكثر عند النساء، ما كثير بنشوف تشطيب عند الرجال. هلا إذا بتطلع حسب دراسات يلي برات لبنان، لأنه ما في دراسات عن البوردر لاين، بصير في انتحار؟ أكيد طبعاً انتحار موجود، بس التشطيب بيكون عادة مش بنية الانتحار، شانتاج شوي، شانتاج، ابتزاز، شانتاج افكتيف لي تو جيت دي اتنشن، تحسوا انه هن سنتر اوف اتنشن. عند النساء بنشوف انه النسبه اعلى، ولكن بعتقد انا انه النسبه اعلى من ما بنفكر كمان عند الرجال، لانه بتبين اكثر يمكن عند النساء، والنساء بيلجأوا كمان للاختصاصيه اكثر. صحيح، الرجال ما بيلجأوا لاختصاصيين، قليل، صعب كثير اقل من النساء. صح. قبل ما نوصل عن الحلول، لانه كثير وقتنا ضيق اليوم او مرق بسرعه، ما بعرف، العلاقه مع الاولاد او الاولاد قد ايه بيتاثروا؟ يمكن الشريك بيتاثر بشكل مباشر دائما، ممكن هو مثل ما ذكرت يصير عنده هو كمان هالتقلبات المزاجيه، ولكن الاولاد بيقدر يخبي عنهم هالشيء. بتعرفي بالبوردر لاين بيرسوناليتي شيء صعب واحد يقدر يعمل كنترول على الاحساس تبعه والمشاعر تبعه والتقلبات، دونك السلوك بيتبع. اذا الشخص كان متضايق بيعصب، اوقات الشريك يعني الامراه او الرجل يعني الزوج والزوجه يمكن بيتحملوا بشوي اكبر، ناضجين بيجربوا يعملوا الماكسيموم، بس عند الاولاد التاثير بيكون مباشر، خاصه اذا كانوا صغار. يعني اذا الرجل بيعيط بيكسر بيتخانق مع المراه، اوقات بيكون عنيف. يعني احنا للاسف بالشرق بنشوف انه في تعنيف بقى بياثر على الاولاد بطريقه مباشره وبطريقه سلبيه، يعني هذا الشيء لازم له انتباه. الولد ممكن يصير هيك؟ هل ممكن تمرق من جيل لجيل؟ هلا في عندك اشخاص اذا كان بالعائله في عندهم حدا عنده بوردرلاين بيرسوناليتي ديس اوردر، نسبه اعلى انه يكون حدا بالعائله، يعني اولاده او غيره يكون عنده، بس عاده هي اكثر قصه تربيه، لانه الاضطرابات الشخصيه هي فيها استعداد وراثي، بس منه الاستعداد الوراثي كافي لحاله، بده يكون في عندك عوامل بيئيه خاصه بالتربيه. يعني هي نوع من تاثر اكثر ما هي بالجينات. نعم. يعني هل كل المعنفين بيكونوا بوردر لاين؟ لا مش بالضروره، البوردر لاين بيكونوا معنفين، بيكونوا معنفين مش بس جسديا، كمان معنويا، يعني الاساءه فيها تكون معنويه، سايكولوجيكال ابيوز فيها تكون كمان بالاهمال، نيجلكت. نعم. كثير شغله ما بننتبه لها، لما حدا ما يهتم بالامراه او ما يهتم بالولاد، هذا النيجلكت ممكن يسبب مشكله نفسيه عند الولد مثلا بعدين. نعم. التعنيف طبعا فيكون كمان لاسباب في أسباب اخرى اكيد. نعم. بيشفى بعد عنا دقيقه نحكي شوي عن العلاج او عن طريقه بيتحسن. يشفى كلمة كبيرة. بيقدر البوردرلاين بيرسوناليتي ديس اوردر العلاج الأساسي تبعه إذا ما في اضطرابات نفسية تانية هو العلاج النفسي، يا سي بي تي أو دي بي تي اللي هي دايلكتيكال بيهيفير ثيرابي أو العلاج السلوكي الجدالي. أوقات إذا في معه ديبرشن أو انكزايتي ساعتها بنحط دواء للكآبة مع البوردرلاين أو للاضطرابات التانية مثل القلق أو مثل إذا كان في دراجز بده علاج للمخدرات. بس البوردرلاين إذا كانت بيور لحالها هي العلاج النفسي الأساس. العلاج النفسي بيساعده للشخص يعمل كنترول اكثر على تفكيره. قد ايه بده وقت بالعلاج؟ بتاخد فتره بالبوردرلاين، يعني فيها تاخد بحدود السنه، واوقات بيعوز بوست سيشنز بعدين. بس سنه منيحه يعني بعد مقابيل التحليلي. نحن بنعرف انه العلاجات ممكن تمد على سنتين ثلاثه واربعه واكثر. طبعا طبعا يعني. بعتقد انه بضل واحد بينتكس، دونك بحاجه انه دائما يكون في مثل فولو اب. بس نعم. بس تيصح بمعنى انه بمعنى الكلمه انه يشفى على الاخر، كلمه كبيره. بس بيتحسن، بيقدر يحافظ بالقليله على طبعًا. عائلته مع العمر، على مع العمر شريكه 100%. مع العمر بتخف او بتزيد؟ لا مع العمر بعتقد مفروض تتحسن، خاصة إذا تبع علاج، علاج ضروري. شكرا لك دكتور ميشال نوفل، طبيب ومعالج نفسي، نائب رئيس جمعية علم النفس بالشرق الأوسط. أهلا وسهلا. أهلا فيك رانيا. بريك صغير ومنتابع، خليكم معنا.